ثم يصلي الرسول بولس لأجل إعلان روح الإعلان، لكن إعلان أكمل وأشمل. أصعب شيء أنه المؤمن المسيحي يقف عند حد معين، واليوم كتير منشوف في الكنائس في ناس بتآمن لكن بتضلها تجلس في الكنائس من غير أي نضوج أو أي نمو روحي أو حتى معرفة روحية. فبيصلي من أجل روح الإعلان، أن يعلن لنا المسيح أكثر من خلال عمل الروح القدس، وهذا الإعلان يقودنا إلى حياة روحية أعمق وبعد روحي طبعا أعمق.